بجدد تحية ليك من جديد كابتن ايمن شوقي، طبعا كابتن الكبار نجوم الاستوديو التحليلي. مبروك النهارده طبعا الفوز للنادي الاهلي، مباراه صعبه ويمكن تضييق المساحات وطريقه لعب مورينا العرب يمكن شفناها بشكل عام، لكن كل الامور دي طبعا هنتكلم فيها مع كابتن سامي مصطفى. مبروك كابتن سامي، مباراه صعبه زي كل مباراه بطوله الدوري العام، اجهاد ولعيبه راجعه من المنتخب وامور عديده جدا، لكن كمان طريقه اللعب على ما اعتقد مباراه المقاولون تكتلات دفاعيه محتاجه حلول بشكل مستمر ومحتاجه امور عديده جدا فنيه. تقييمك للمباراه وتشوف الفوز النهارده ازاي؟ اولا طبعا تحياتي كابتن ايمن وضيوفه، زي ما انت قلت مباراه مهمه جدا، لكن الاهم طبعا ثلاث نقاط مهمين جدا. انت الحمد لله خلصنا مرحله مهمه الثلاث مباريات الاولين، حققنا فيهم الحمد لله العلامه الكامله، ودي كان مهم جدا. النهارده بنبدا مرحله جديده بمباراه جديده بتحدي اكبر، مباراه المقاولين مباراه صعبه دايما مع النادي الاهلي. طبعا بحيي طبعا كابتن عماد وجهازه، مباراه طبعا فنيه على اعلى مستوى. طبيعي اللي انت بعد مباراه كبيره بعد ماتش الزمالك تتفرج عليها واداء مميز من لعيبه النادي الاهلي، اللي انت تعمل تكتل دفاعي، ودي حاجه كنا متوقعينها شويه، وحاولنا ان احنا نفك التكتلات ديت. ممكن كان عندنا فرص، كنا ممكن الفرصه بتاع حمدي فتحي او شريف كانت ممكن تفتح لنا الماتش، لان انت عارف الماتشات اللي زي دي بتبقى محتاجه اللي انت تجيب جون بدري يعني، ممكن لكن الماتش طول شويه، لكن الحمد لله قدرنا برده نحله في الاخر، عندنا فرص اكتر الشوط الثاني. ولكن الحمد لله اهم حاجه بالنسبه لنا طبعا زي ما قلت وباكد كل مره، ثلاث نقاط مهمه جدا بالنسبه لنا. نقدر نلتمس العذر يا كابتن سامي للعيبه، لان اللعيبه اللي راجعه من المنتخب وكمان يمكن كل الدوليين كمان اللي كانوا شاركوا في منتخبات الافارقه يمكن كان مجهود كبير جدا، نقدر نلتمس العذر للعيبه في المجهود البدني النهارده يا كابتن سامي؟ بشكرهم طبعا على المجهود، يعني زي ما انت قلت، انت بص الناس لعبه ايه، احنا لعبنا الجمعه مع الزمالك وبعد كده هم لعبوا مباراتين يعني في حوالي 8 ايام او 10 ايام، لعبوا حوالي ثلاث مباريات كبار جدا يعني. النهارده نفس القصه، ممكن يكون المباراه الرابعه بالنسبه لهم يعني. فطبيعي اللي يبقى في سنه اجهاد شويه، لكن لعيبه النادي الاهلي انت عارفهم وعارف روحهم، مصممين على التحدي الكبير اللي بالنسبه لنا النهارده بطوله الدوري، بطوله مهمه جدا بالنسبه لنا، بركز فيها، بنلعب كل قوتنا عشان نقدر نحسم مباريات. استفدنا من الدرس بتاع السنه اللي فاتت، ودي كانت حاجه مهمه جدا الراجل اتكلم عليها، لكن في الاول والاخر طبعا بشكر اللعيبه على الجهد دوت والاداء ده في ظل زي ما انت قلت السفر وكل اللعيبه الدوليه. انت عندك حوالي 9 لعيبه او 11 او 10 لعيبه بالظبط شاركوا كلهم في المنتخبات يعني، حتى بدر اللي شارك في المنتخب المحليين بمباراتين برضو يعني، لكن في الاول والاخر الحمد لله بشكرهم على الاداء دوت وعلى الروح ديت وعلى النتيجه ده. بدر شفنا كدمه قويه جدا الحقيقه، ان شاء الله نطمن عليه. وكمان حمدي فتحي، يعني نقدر نقول خسرنا ورقه مهمه جدا حمدي فتحي، لكن احنا عندنا الحقيقه سكواد رائع ومميز جدا، لكن قيمته الحقيقه كبيره ويمكن فايق بلغه الكوره حمدي فتحي كابتن. طبعا كان ادى اداء مميز النهارده، ربنا كافئه حتى بالهدف اللي احرزه. يمكن الشوط الاولاني هو عمل نفس الكوره لما ابو سعود انقذها، لكن الحمد لله ربنا كافئه الشوط الثاني بالهدف ده. طبعا طرد في لغه الكوره برده يعني يعتبر حاجه يعني مش زعلانين منه، لان كان مهم جدا اللي انت تعمل فاول تكتيكي دوت. اعتقد طبعا حظ وحش طبعا اللي خد كارت الاحمر، لكن عندنا ثقه طبعا في اللعيبه اللي جايه، هو ان شاء الله يرجع اقوى باذن الله. شاف تحدي تدريب مباراه الاثنين المحله في ملعب مختلف بشكل كبير في اوجه مختلفه في الساعه 5:30، يمكن كل الامور دي يتم التحضير ليها ازاي في ظل ضيق الوقت الكبير جدا يا كابتن؟ زي ما انا قلت لك ان احنا بنلعب على كل الظروف المتاحه بالنسبه لنا، يعني مهم جدا مباراه المحله. السنه اللي فاتت فقدنا ثلاث نقاط في ملعب المحله، فتحدي بالنسبه لنا كبير. زي ما قلت لك عاوزين ننهي المرحله بفوز ثاني، وان شاء الله عشان نستعد لمباراه سموحه اللي بعدها ونحقق 9 نقاط برضو تدينا اريحيه وتدينا افضليه لان نبقى متصدرين الدوري. فاعتقد خلينا واحده واحده، مهم جدا استعداد مهم جدا. بكره ان شاء الله عندنا تمرين الصبح، ويوم الاحد ان شاء الله تمرين ونسافر، وان شاء الله نستعد لمباراه المحله باذن الله. شكرا 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 جزيلا. بنشكر اكيد كابتن الكبير كابتن سامي مصطفى مدرب فريق النادي الاهلي على هذه التصريحات. فوز كان مهم جدا الحقيقه لكل اللاعبين في هذه المباراه الصعبه اللي كان فيها تكتلات دفاعيه وطريقه فنيه كده الحقيقه. يمكن قدر النادي الاهلي وبيتسو موسيماني يخرج بثلاث نقاط مهمين جدا في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري العام. مبروك من جديد للنادي الاهلي، وان شاء الله منتظرين كل اللاعبين والقادم افضل في مباراه المحله، اللي ان شاء الله باذن الله يستطيع النادي الاهلي ايضا الحصول على الثلاث نقاط في بطوله الدوري العام.